الحكومة بالتشاور مع شركاء من القطاع العام والخاص قامت بإعداد خريطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026. هذه خريطة الطريق كتستجب للأولويات الاقتصادية لبلادنا وكتهدف إلى تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال مع تشجيع بروج جديد من المستثمرين والمقاولين، وهذا الشيء مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الملكية السامية متعلقة بإطفاء الدينامية على الاستثمار الخاص وتيسير ريادة الأعمال وتوصيات نموذج نمو جديد والبرنامج الحكومي والقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار ومقترحات من الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومقترحات فاعلين آخرين من القطاع الخاص ومن المؤسسات والإجراءات التحسينية المقدمة من طرف الفاعلين في القطاعين العام والخاص على مستوى المجالات الترابية. أما خطة العمل فكتستند لثلاثة ركائز وعشرة الأوراش ذات أولوية. الركيزة الأولى كتهدف لتحسين الظروف الهيكلية لعملية استثمار وريادة الأعمال، وهادشي من خلال تحسين الإطار الخاص بقانون الأعمال، تحسين ورقمنة الإجراءات الإدارية وعدم تمركزها، تعزيز التنسيق واليقظة فيما كيتعلق بمناخ الأعمال. أما الركيزة الثانية فكتهدف لدعم القدرة التنافسية الوطنية من خلال تعبئة التمويل من أجل انتعاش اقتصادي أفضل، تحسين الوصول إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الناتج عن الصناعة، تسهيل الوصول إلى العقار وتعزيز التنافسية اللوجستية. بالنسبة للركيزة الثالثة كتهدف لإعداد بيئة مواتية ريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع نظم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وتشجيع الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وثقافة ريادة الأعمال وتعزيز العرض في مجال التكوين وأداء رأس المال البشري. والركيزة الرابعة هدفها تعزيز الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد عبر توعية الفاعلين في القطاعين العام والخاص والامتثال لمبادئ النزاهة والوقاية من الفساد. في الأخير تنفيذ هذه خريطة الطريق وتفعيل الإجراءات الحكومية غادي يساهم في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية المناخ الأعمال في بلادنا. دولة كتمتع باستقرار سياسي قوي، موقع جغرافي استراتيجي، وقطب جهوي للإنتاج والتصدير مستقبلا انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك.